يشهد سوق السمك في العاصمة نواكشوط ندرة في المنتوج، مما دفع الباعة إلى رفع الأسعار بشكل صاروخي، ارتفاع جعل المواطن البسيط يدفع الثمن غاليا من أجل الحصول على قوته اليومي. المزيد من التفاصيل في جعبة السالك عبد الله. يكثر الحديث هذه الأيام في نواكشوط عن قلة السمك وارتفاع أسعاره داخل السوق. يرجع البعض ندرة الأسماك إلى أن الفترة التي يكثر فيها لم تحن بعد، وما يوجد منه مستجلب من وذيب، ولذلك ترتفع أسعاره. يعني الموت يعني رامهون 100%، سمعت ما في حد يشتغل. لا نقول انت واحد يجبر شوي، نهار نهار يمشي في القوارب، نهار يجيبش، نهار ما يجيبش، ما يجيبش ما هو جابر شي. سمعت الناس راهي هون تياها، لا للها عنده حوته الا عنده حوتين يا قاي مولو. سمعت ونحن هاو هون تياها نشتغل في البحر. سمعت انه في السنين والظهر، سمعت الحوت والدينا. يركب البحارة كل يوم زوارقهم ويبحرون عميقا في المحيط، غير أن ندرة الأسماك تلقي بظلالها عليهم، حيث لا يعودون سوى بكمية من الأسماك ليست بالكثيرة، ما يجعلهم مضطرين إلى رفع أسعارها. كانت صار في شيء من البحر يا يبوي، أتلحقونا 150 و200 وار ما هو خالق، وأكثر حوته هنا اللي كان جي حوتين قال له زول، كان حوتته كان نشروه هنا ب200. وعاد وار كيلو وار كان باع ب 700 و 800 ما هو خالق، وسق راعي خالق من واكشين قال له كونجلة ما هو جديد قاعد يتخلص، انباع هنا ب 2000 يجي من نوايبو، هنا ورقة ما تجي منوش، يجي من نوايبو حوت كونجلة واعر انباع هنا ب 2000 ب 2500، وهنا كان لا وعر انباع لنا ب 1000 ب 1200. ارتفاع أسعار السمك في هذه الآونة يدفع المواطن البسيط ثمنه غاليا، خاصة في ظل ارتفاع ملحوظ للكثير من أسعار المواد الأولية. السلك عبد الله، الوطنية.